السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض إن شاء الله النهاردة الجزء الثالث في القنطرة. اتكلمنا مع بعض المرة الأولانية في الهيدروليك ديزاين للقنطرة، وبعد ما اتكلمنا في الهيدروليك ديزاين اتكلمنا على الهيدروليك جامب. بعد كده اتكلمنا عن إزاي أقدر أتعامل مع اللينجتودينال سيكشن للفلور، وإزاي بفرض أبعاد القنطرة، وبعد ما أفرض أبعاد القنطرة بتعامل مع الفلور كأنها هتدار بالظبط. بنشيك سكورينج عشان نجيب السكورينج، وبنشيك بيركوليشن عشان نتأكد ان طول الزحف مناسب، وبعد ما نشيك بيركوليشن كنا بنقول عندنا شيت بايل ولا ما عندناش. وبعد ما بحدد دول أبدأ اشتغل على المسألة بتاعتي كويس جدا، اجيب السي بي اكشوال. بعد ما اجيب السي بي اكشوال اقدر ارسم الابليفت، اقدر اشيك ابليفت، واقدر اعمل كل التريكات اللي انا درستها في حاله الهضار. النهارده ان شاء الله مع بعض اصعب سيكشن في الترم. هنتكلم ان شاء الله النهارده عن حاجه اسمها الاستراكشر ديزاين اوف بير، التصميم الانشائي للبغله. عشان نقدر نعمل ديزاين للبير في شويه خطوات كده لازم تاخدها في اعتبارك قبل ما نبدأ وتحطها دايما في بالك. اول حاجة انك ترسم البغلة كقطاع رأسي وبلان بكل تفاصيل الابعاد الممكنة، ده ضروري جدا، وياريت ياريت يفضل انك ترسم الكلام ده بسكيل. طيب ليه يا باشمهندس؟ لما برسم بسكيل هيسهل لي بعدين لما اجي اجيب حاجة اسمها ال effective وعايز اجيب السي جي بتاعه، لما يبقى عندي حاجة اسمها لايف لود وعايز اجيب السنتر بتاعه. المهم هنعرف الكلام ده كمان بالظبط ربع ساعة. فيهمني جدا انك ترسم لي البغلة كقطاع رأسي وبلان بكل تفاصيل الابعاد الممكنة. طيب تاني حاجة، تحدد لي ابعاد البغلة، ما هو اصلا دي المفروض رقم واحد اللي احنا اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت قلت لك انا لما اجي ابدأ واشتغل على اللينجوتوال سيكشن فانا المفروض ان انا احدد ال بير واحدد اتش بير واحدد الار، فعشان كده انا حطيتها في الترتيب رقم اتنين. ليه؟ لان انت المفروض جايبها من المره اللي فاتت. طيب لو في مساله الامتحان لقيته جايب لك الجزء بتاع البير بس، يبقى دي الخطوه رقم واحد. يبقى اول حاجه احدد ابعاد البغله طول عرض ارتفاع، تاني حاجه ارسم البغله كقطاع راسي وبلان بكل تفاصيل الابعاد الممكنه. رقم ثلاثه، بنحدد حاجة اسمها طول الفعال للبغلة. طيب بنحدده ازاي؟ بيقول لك ان الكوبري بيبقى في خط توزيع للاحمال فيه، مفروض ان البغلة في جزء منها بس اللي شغال. طيب الجزء ده اللي شغال ده طبعا مش هيبقى طول البغلة كله. لو شغلت البغلة كله فانا كده بقول ان بكبر الطول وبالتالي بقلل من قيم الاجادات. لا، الفكرة ان انا عندي طول فعلي فعال للبغلة اسمه ال effective. الماكسيمم بالنسبة لنا ان يكون من الامرجنسي للامرجنسي جروف، يعني من الفتحة بتاعة الطوارئ لفتحة الطوارئ، ده اقصى بعد فعال في حالة البغال، ولازم تاخده في اعتبارك والكلام يكون واضح جدا. ده اسمه ال effective، تمام؟ طبعا كل ما اكبر ال كل ما ايه بقلل الاجهادات اللي بتاثر على البغله، وبالتالي هتبقى سيف. كل ما بقلل ال كل ما بزود الاجهادات اللي بتحصل على البغله، وبالتالي ممكن تكون سيف او ان سيف. طيب انا بعمل كده ليه؟ لان فعليا ممكن بعد الفتحه دي وبعد الفتحه دي يحصل انفصال، ممكن هنا يحصل شرخ وهنا يحصل شرخ. لو حصل شرخ في جسم البغله ده هنا وحصل شرخ في جسم البغله هنا، فمعنى كده ان العرض الفعال قل. طيب لو انا مصمم على الكل يبقى انا عندي مشكله، فانا بحل المشكله دي اني بصمم على حاجه اسمها ال effective. رابع خطوه انك تحدد لي مركز الثقل بتاع ال effective، وكذلك مركز الثقل بتاع الكوبري، وكذلك مركز الثقل للونش اللي هيرفع البوابات. يبقى ثلاث اماكن لازم تبقى عارفهم: مركز ثقل الكوبري، مركز ثقل الطول الفعال اللي هو ال effective اللي هو بالنسبه لي هيبقى البغله، ومركز ثقل
الوينكل اللي بيرفع البوابات. الخطوة رقم 5، هقسم الأحمال عندنا لحالتين، حالة الأحمال الميتة وحالة الأحمال الحية. الأحمال الميتة اللي هي اللي عندي موجودة، حمل الكوبري، حمل البغلة، حمل البوابات، الوينش اللي هيرفع البوابات. طيب الأحمال الحية دي مفروض هنعرفها بعدين، إن أنا بيبقى عندي أكتر من حالة تحميل بالنسبة للبغلة، ما بيبقاش عندي حالة تحميل واحدة، لا أنا بيبقى عندي حالة تحميل ام اي واي وعندي حالة تحميل ام اكس وام واي، وهنعرف ده مع بعض بالتفصيل كمان شوية. يبقى دي الستبس اوف ديزاين للار سي اور بي سي بير، الاثنين زي بعض بالظبط. اللي انا هتكلم فيه النهارده يا جماعه ببساطه جدا، ازاي تجيب قيم الاجهادات او قيم الستريننج اكشن، تجيب ام اكس ام واي والانات، ان ديد لود، ان لايف لود، وهكذا. ده اللي انا هعمله معاك باذن الله النهارده، وباذن الله الدنيا هتكون واضحه في اخر السكشن. الدايمنشنز يا باشمهندسين، انا قلت لك المفروض دي لو انا بتكلم على البير واول خطوه كانت بالنسبه لي ان انا ما عنديش اي حاجه، فانا المفروض هجيب الدايمنشنز. انا عندي كام بعد؟ عندي ثلاثه. اول حاجه كان الويدز اللي هو الار، كنا بنقول الار بيساوي يا باشمهندسين، الار بيساوي اس على من 3 ل 4 لو كانت بي سي لا تقل عن متر. الار بتساوي اس على من 5 ل 10 لو كانت ار سي ولا تقل عن 6 من 10 متر. ده اول بعد اللي هو العرض. طيب الهايت اللي هو الارتفاع، بيقول لك الارتفاع حاجه من اتنين، واي داون ستريم زائد نص، او رود ليفل ناقص الميد ليفل ناقص الواحد، الاكبر منهم يا باشمهندس. طبقا للكود الرقم الداون ستريم ده المفروض اب ستريم. اقل مسافه من السطح العلوي للبغله لحد منسوب الميه المفروض يكون نص، دي طبقا للكود. بس الدكتوره قايله واي داون ستريم ولا داون ستريم. تاني حاجه انه منسوب، منسوب الهاي ووتر ليفل، يعني ممكن يديك النورمال 3 والهاي 5، فانت ما تجيش تقول لي ان البغله ارتفاعها هيكون 3.5. طيب ما هو لو جه ال 5 عدى من فوق البوابه، انت حولت البوابه لانطره، يبقى الواي داون ستريم اللي انا بعوض بيه يبقى هو الهاي ووتر ليفل. تاني الداون ستريم او الاب ستريم ايا كان الدكتوره هتتكلم في ايه، هي صح الاب ستريم بس الدكتوره مليكو داون ستريم. لو داون ستريم يبقى هعوض بالهاي ووتر ليفل، وهي مش هتفرق كتير على فكره، لان هيبقى الفرق ما بينهم 10 سم اللي هو الهيدنج اب، فمش حوار يعني، مش هتبقى بالنسبه لي معضله، انا كده كده بفترض البوابه بتبقى اعلى كتير. اخر حاجه كانت اللينس ال بير، واتكلمنا ازاي نقدر نحسب ال بير المره اللي فاتت، لما قلت لك لو انت حفظت الابعاد يبقى انت بتقول بعد الكوبري زائد 5 متر زائد 4 من 10 زائد 4 من 10 زائد 6 من 10 زائد الار. قلت لك دي اسهل طريقه عشان تحسب ال بير. طيب انا محتاج ايه في الدايمنشنز بتاع البير؟ انا محتاج ال افكتيف اللي انا بحسبه بعد ما بحسب ال بير. تمام؟ اللي قدامكم ده يا جماعه دي شكل البغله، الاليفيشن بتاع البغله. دول البوابات، التلات بوابات بتوعي، البوابه دي اسمها المين جروف، البوابه دي اسمها الامرجنسي جروف، والبوابه دي اسمها امرجنسي جروف. وده شكل الكوبري اللي موجود فوق البغله والبغله شايلاه. تمام؟ لو جيت ارسم البلان بتاعي، فالبلان بتاعي هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن جزء دائري قدام ورا، مقداره ار على الاثنين، وعندي اماكن الجروفز دي بالنسبه لي امرجنسي جروف، ودي بالنسبه لي المين جروف، ودي الامرجنسي جروف، وجسم البغله بعرض اسمه ار. طيب ايه الخطوط دي؟ دي خطوط الابعاد يا جماعه، الخطوط دي خطوط الابعاد. لو خدت بالك ده عرض الكوبري، ده المسافه اللي هي متر، دي المسافه اللي هي متر، بعد كده عرض البغله، بعد كده المتر، بعد كده عرض الانطره الامين، بعد كده الامرجنسي، بعد كده متر، بعد كده ار على الاثنين. تمام؟ نفس الكلام اهو، بس هنا بدات اقول لك ايه؟ اقول لك يا باشمهندس انت قلت لي ان احنا اول خطوه بنجيب الابعاد، تاني خطوه بنرسم اليفيشن وبلان، تالت خطوه بروح ارسم حاجه اسمها خط توزيع الاجهادات بتاع الكوبري.
خط توزيع الجدادات الكوبري ده بيبقى ميله 2 رأسي لواحد افقي، 2 رأسي لواحد افقي. طيب يا باشمهندس مش انت عندك الاتش بير ده؟ طيب فانا بقول لك ان انا بعد كده عايز احسب حاجه اسمها الافكتيف. ايه هي ال افكتيف يا باشمهندسين؟ ده العرض الفعال للبغله، فهجيبه عن طريق حاجه اسمها خط توزيع جادات بتاع الكوبري. فمن النقطه دي بنزل ميل 2 لواحد، 2 راسي لواحد افقي، ونفس الكلام الناحيه التانيه. الكلام ده لو كنا بنتكلم عن بي سي، يعني بغله خرسانه عاديه. طيب لو كانت ار سي، لو ار سي الميل ده بيزيد شويه هنا بيبقى ميل واحد لواحد، ونفس الكلام الناحيه التانيه. في جميع الاحوال، في جميع الاحوال العرض الفعال ما بيزيدش عن من الخط ده للخط ده، يعني ما يزيدش عن البعد ده اللي هو عرض الكوبري كله زائد متر يمين زائد متر شمال زائد الستة من عشرة دول زائد المتر دول، ما يزيدش عن دول في جميع الاحوال يا جماعه. الكلام ده نهائي. طيب يا باشمهندس انا ازاي هقدر احسب قيمه الاكس؟ والله يا هندسه انت عندك الميل 2 لواحد، الاثنين ده مناظر للاتش بير، الاتش بير دي اللي انت لسه حاسبها من شويه. يبقى الاكس بتاعك، الاكس اللي هي جايه منين يا باشمهندسين؟ اللي هي جايه من هنا لحد هنا، دي بالنسبه لي اسمها اكس. الاكس دي بكام؟ الاكس دي هتساوي اتش بير على الاثنين، دي كده الاكس. يبقى انت معاك الاتش بير وقسمتها على الاثنين جبت الاكس. طيب المسافه دي من غير ما تفكر، من غير ما تفكر دايما الخط ده البدايه بالنسبه لك، الخط ده هيبقى هو البدايه. النهايه، والله النهايه ممكن تبقى هنا او قبل هنا زي الحاله دي. فالحاله دي مفروض انك هتقول لي يا باشمهندس خلاص الخط ده وصل لهنا. يبقى ال ال افكتيف يا باشمهندس عباره عن ايه؟ ال ال افكتيف من البدايه هنا لحد الخط اللي وقف هنا اهو، ده كده ال افكتيف للبغله دي. طيب لو كان الميل واحد لواحد زي ما قلت لك الميل واحد لواحد فبيبقى اكبر، فالاكس بتساوي اتش بي على طول، فغصب عنك بنسبه كبيره جدا بتلاقي نفسك من البدايه للنهايه زي الحاله دي يا باشمهندسين. ادي حاله البغله، حطيت الكوبري وزعت الاحمال، بس لما جيت اوزع الاحمال لقيت الخط ضرب في فتحه الطوارئ الثانيه. في الحاله دي زي ما قلت لك اكبر قيمه للال افكتيف الممكنه من الخط ده للخط ده، فيبقى ال افكتيف بتاعك من هنا لهنا يبقى دي كده ال افكتيف اللي انت بتشتغل عليها في حاله البير بتاعك. تمام؟ يبقى انا كده يا جماعه ده اسمه فرض الابعاد الامبيريكال دايمنشن. جبت الابعاد، رسمت البلان، رسمت الاليفيشن، منهم قدرت احسب قيمه ال افكتيف. طيب يا باشمهندس مفيش طريقه عشان احسبهم؟ لا يا باشمهندس، لا اسمع الكلام، الرسم نص الحل في البغله، الرسم نص الحل. لو رسمت صح هتحل صح، لو ما رسمت الصح مش هتحل صح. تمام؟ ندخل بقى في اول حاله تحميل. انا خلصت بالنسبه لي الجزء بتاع الامبريكال دايمنشن، ندخل الجزء بتاع الاستراكشر ديزاين. فعشان ادخل الاستراكشر ديزاين فانت محتاج تقول لي انا عايز احسب الاحمال يا باشمهندس. فالاحمال بالنسبه لنا حاجتين، الديد لود واللايف لود. ايه هي الديد لود اللي عندك يا باشمهندس؟ والله الديد لود اللي عندك زي ما قلت لك هي عباره عن دبليو بريدج اللي هو وزن الكوبري، وكمان الدبليو جيت اللي هو الونش اللي هيشيل البوابه، وده بناخده رقم ثابت، واخر حاجه هي الدبليو بير اللي في سنتر لاين ال افكتيف. يبقى تاخد بالك الدبليو بير في سنتر لاين ال افكتيف، الدبليو بريدج مش في السنتر، في مسافه ما بينهم، وده السبب ان بيظهر لك في حاله الديد لود ام واي، لان انت عندك الدبليو بريدج عايزه تلف كده والدبليو جيت عايزه تلف العكس. تمام؟
فبيقول لك عشان نقدر نحسب المومنت والكلام ده كله، فانت دايما سمي لي المسافه من السي جي بتاع البير لحد نهايه السايد ووك بال واحد، وسمي لي المسافه بتاع السايد ووك ال 2. تمام؟ يبقى تسمي لي المسافه من الدبليو بير، من السنت، من السي جي اسف، من السي جي بتاع البير اللي هو في ال افكتيف اللي هو في سنتر لاين ال افكتيف لحد نهايه السايد ووك بال واحد، والسايد ووك نفسه ال 2. تمام؟ طيب المومنت يا باشمهندس اللي انت قايل عليها يزار، انت دلوقتي عملت ايه؟ انت قلت لي الاحمال، يبقى انا عندي دبليو بريدج ودبليو بير ودبليو جيت. طيب ما هو ده مش في السنتر وده مش في السنتر. تمام؟ فيقول لك بدل ده مش في السنتر وده مش في السنتر، فيظهر لك مومنت اسمه ام واي. ام واي يا باشمهندسين يبقى عباره عن ايه؟ لا يا هندسه انا ما اعرفش. ما اعرفش ازاي؟ انت دلوقتي شغال على انه بغله؟ ما انت شغال كده على انا عندي 10 بغال، احنا بناخد يا باشمهندسين بغله وسطيه، فالشريحه بتاعتنا بتكون من الخط ده اس على الاثنين ومن الخط ده اس على الاثنين، يعني شريحه مقدارها اس زائد الار. يبقى البغله اللي انا بستخدمها هي بغله وسطيه، الشريحه بتاعتها مقدارها اس زائد الار، لان انا شغال هنا اس على الاثنين وهنا اس على الاثنين. تمام؟ الخطوط دي خطوط الكوبري. فببساطة جدا الدبليو بريدج عايز يلف في الاتجاه ده، فيبقى ام واي ديو تو دبليو بريدج، والدبليو جيت بتبعد مسافة اكس عن السي جي فهي عايزة تلف في الاتجاه ده، فيبقى عندي ام واي ديو تو دبليو جي. طيب يا باشمهندس ازاي احسب الدبليو بي ار وازاي احسب الدبليو جي والاكس؟ الشريحة كنا دايما بناخدها 1 متر، انما الشريحة بتاعتنا دلوقتي اس زائد الار، فكل حاجة انت كنت تضربها في 1 متر هتضربها في اس زائد الار. بمعنى ان انت لو جيت تتكلم على الدبليو بريدج هتساوي ايه؟ اريا بريدج. اريا بريدج بنفترض ان انا عندي سمك البريدج ثابت مقداره نص متر، سمك البريدج ثابت مقداره نص متر، يبقى الاريا بريدج بتساوي عرض الكوبري كله بالسايد ووك اللي فيه في نص. في الاس زائد الار اللي انا كنت باخدها شريحه، لكن دلوقتي انا مش واخد شريحه، انا واخدها اس زائد الار كشريحه بالنسبه لي، في الجامر انفورس الكونكريت اللي هي ب 2.5. طيب الدبليو جيت يا باشمهندس دي ثابته ب 15 طن. طيب الدبليو بير، الدبليو بير دي وزن البير، هي عباره عن اتش بير اللي هو الارتفاع مضروب في الار اللي هو العرض مضروب في ال افكتيف الطول الفعال. الكلام ده في جاما ماتيريال، الماتيريال بالنسبه لي لو كانت بي سي تبقى 2.2، لو كانت ار سي تبقى 2.5. طيب المومنت، انت قلت لي ان انا عندي ام واي نتيجه الدبليو بي ار. انا افترض ان المومنت بتاع الدبليو ار ده موجب دايما، يبقى موجب الدبليو ار اللي هو الوزن مضروب فيه. نرجع تاني عشان افهمك ليه ال 1 زائد ال 2 على ال 2. ما هو الدبليو بي ار ده في السنتر بتاع الكوبري. تمام؟ هي المسافه دي يا جماعه احسبها زي ما تحسبها، احسبها زي ما تحسبها، عشان ساعات ال 1 زائد ال 2 دي بتلخبط الناس، احسبها زي ما تحسبها. يعني انت كان ده في السي جي ده كان ده مثلا 4.5 وده كان 6.5 بقت 2. انت هتلاقيها مكتوبه ال 1 زائد ال 2 على ال 2، بس زي ما قلت لك حاول تحسبها، وهي غالبا هتطلع زي ما انا كاتبها، يعني ال 1 زائد ال 2 على ال 2. ده المومنت نتيجه الكوبري. طيب المومنت نتيجه الدبليو جي 15، بس انا مديله اشاره سالب في الاكس. يبقى الام واي بتاع البريدج يبقى الدبليو بي ار في الذراع العزم بتاعه اللي هي البعد بتاعه عن السي جي، والدبليو جيت في الاكس. يبقى ده كده انا جبت الام واي اللي هيحصل في الاتجاه ده والام واي اللي هيحصل في الاتجاه الثاني، ودي بالنسبه لنا حاله الديد لود. دي بالنسبه لنا حاله الديد لود. طيب حاله اللايف لود يا باشمهندسين، انا قلت لك ان انا عندي حالتين، حاله الام واي اونلي وحاله الام اكس والام واي. اللي قدامك ده نفس الرسمه اللي فاتت، انا واخد شريحه اس زائد الار. تمام؟ وادي السي جي بتاع ال ال افكتيف. طيب يا باشمهندس ازاي هخلي يظهر ام واي بس؟ ببساطة جدا يا جماعة، عشان تخلي ام واي بس يظهر في حالة البغلة اقفل لي البوابة الرئيسية، اقفلها نهائي. طيب لما اقفلها، لما اقفلها يبقى انا عندي
لما اقفلها يبقى انا عندي ضغط ميه هنا، وحمل لي الجزء للكوبري يمين السي دي لو كان الديك بواحد طن على المتر مربع، ولو كان السايد ووك باربعة من عشرة طن على المتر مربع. ليه؟ وانا ليه بحمل الجزء ده يا باشمهندسين من الكوبري؟ طب ما انا بتكلم على حاله لايف لود. في حاله اللايف لود انا عايز اوصل لاكبر قيمه للام واي، فلما انا قفلت البوابتين دول بقى عندي ام واي في انهي اتجاه؟ الاتجاه ده. طيب يا باشمهندس، ما هو ده نفس بتاع البي دبليو بريدج اللي انا اتكلمت عليه المره اللي فاتت. طيب ما هو مفيش مومنت يجي من هنا لو انا حملت الكوبري؟ بيقول لك لا، لو انا حملت الكوبري في الاتجاه ده والاتجاه ده يديك مومنت في نفس الاتجاه. معنى كده ان انا عظمت المومنت، يبقى دي اقصى حاله ام واي ممكن تحصل عندي. يبقى انا هقفل البوابتين، لما اقفل البوابتين يبقى انا عندي كده ضغط ميه، ضغط الميه يظهر فوق زي ما انت شايف كده كمثلث. فهنسمي ضغط الميه ده بي دبليو، يعني بي ووتر. فيطلع عندي مومنت نتيجه البي ووتر ده، ويظهر لي كمان مومنت نتيجه الحمل ده، ومومنت نتيجه الحمل ده. فيبقى عندي ام واي فور بي دبليو، وام واي فور لايف لود واحد اللي هو 1 طن على المتر مربع، وام واي فور لايف لود 2 اللي هو 4 من 10 طن على المتر مربع. طيب ازاي نحسبهم؟ اهو بيقول لك ان البي دبليو يا باشمهندس عباره عن ايه؟ انا ركز معايا، انا بتكلم عن ده كقوه، نص جاما ووتر في الواي هاي ووتر ليفل في الاب ستريم. جاما ووتر في الواي هاي ووتر ليفل في الاب ستريم، ده الجاما ووتر في الاتش، ده بالنسبه لي هو الضغط. طيب انا عايز احوله لقوه، ضربته في نص وبعد كده ضربته في الارتفاع بتاعه اللي هو واي هاي ووتر ليفل في الاب ستريم، وضربته في المكان اللي هو المسافه اللي هو ممتدها، هو ممتد على المسافه دي كلها فيبقى اس زائد الار اهو. ده بالنسبه لي حمل هوريزونتال. طيب اللايف لود واحد يا باشمهندس عباره عن ايه؟ والله يا هندسه انت بتقول لي 1 طن على متر مربع، فاضربه في الطول في العرض، الطول ال واحد، الطول اس زائد الار والعرض ال واحد، فيبقى لايف لود واحد بيساوي 1 طن مضروب في ال واحد اللي هي المسافه بتاع اللي انا كنت قايل لك لازم تحسبها، والاس زائد الار اللي هي الشريحه بتاعي. طيب لايف لود 2 نفس الكلام، 4 من 10 طن على المتر مربع، اضربها في ال 2 في الاس زائد الار، نفس الكلام يا جماعه، 4 من 10 طن تنضرب في المساحه دي. طيب مكان السي جي بتاعه فين؟ هنا وهنا. يبقى المومنت بتاعك عباره عن ايه؟ لو انا جيت اتكلم على البي الاول، فيبقى المومنت نتيجه البي دبليو بيساوي موجب، لانه في نفس الاتجاه اللي انا كنت فرضه بالموجب، بي دبليو في واي على 3 اللي هو ذراع العزم. طيب الام واي فور لايف لود واحد موجب لانه في نفس الاتجاه، لايف لود واحد في ال واحد على الاثنين اهو. انت قايل لي ان ده ال واحد، يبقى ال واحد على الاثنين اللي هي النص دي. طيب الاخير اللي هو ام واي فور لايف لود 2 موجب لايف لود 2 في ال واحد زائد ال 2 على الاثنين. طبعا لو انت معاك ال واحد وال 2 فالمساله بتكون طايره، بتلاقي الدنيا سهلة جدا وبسيطة يعني. آخر حاجة عندنا كيس اوف ام واي اند ام اكس، حالة إن أنا عندي ام واي وام اكس. نفس الرسمة اللي أنا رسمتها المرة اللي فاتت رسمتها، ولو خدت بالك إن كل شوية برسم وأنا يا باشمهندس في الامتحان كل شوية هرسم، دي نصيحة أخوية ليك أنت، كل لما ترسم كل لما نتيجتك تطلع صح. لو ما رسمتش صعب جدا تطلع نتيجه صح. والله يا باشمهندس انت قلت لي في الام واي اونلي انا هقفل البوابات، يعني الميه مش هتدخل، يعني جوه امبتي. طيب في حاله ام واي وام اكس انا عايز الاثنين يظهروا، فيقول لك انا هقفل بوابه وهفتح البوابه الثانيه، يبقى بوابه مقفوله وبوابه مفتوحه جزئيا. طيب لما البوابه دي تتفتح جزئيا تقول لك تجيب لك ضغط ميه في الاتجاه ده، هو ده اللي يعمل لك ام اكس تاني. انا عايز اظهر ام اكس وام واي مع بعض، فانا قلت يا باشمهندس انا هقفل بوابه وهفتح بوابه جزئيه، فلما اقفل البوابه دي يظهر لي ايه؟
يظهر لي هنا ام واي، نفس الكلام دي مقفوله فيظهر لك هنا ام واي. طيب ولما افتح البوابه دي جزئيا يظهر لك ام اكس اللي انت عايزه. طب بس كده يا باشمهندس؟ طب ما انت بتقول لي كيس اوف ام واي وام اكس، يبقى مفروض كمان تحمل لي الكوبري. فبيقول لك حمل لي الجزء ده من الكوبري فقط. طيب ليه يا جماعه انا بحمل الجزء ده من الكوبري ما بحملش الكوبري كله؟ لان لو حملت الكوبري كله فهيبقى فيه اتجاه عكس اتجاه، هيلاشوا بعض. انا عايز اللي يزود لي ام اكس وام واي، ده كده يزود لي ام اكس، لكن لو انا حطيته هنا يقلل لي ام اكس، فيبقى هحطه في اتجاه واحد بس. طيب بقيه الاحمال دي يا باشمهندس عباره عن ايه؟ والله هندسه لما قفلت البوابه دي ظهر لي ضغط جانبي، ولما قفلت البوابه دي ظهر لي ضغط جانبي، هو ده اللي بيظهر لك فوق هنا ويظهر لك ناحيه اليمين هنا. طيب لما فتحت البوابه دي ظهر لك الضغط ده، وهو ده اللي عمل لك الام اكس فور حاجه اسمها بي اس واحد. انا فرضت ده اسمه بي ووتر، ده افترض ان هو بي اس واحد، وده افترض ان هو بي اس اتنين. البي ووتر كان الواي اب ستريم هاي ووتر ليفل، البي اس واحد والبي اس اتنين الواي داون ستريم نورمال ووتر ليفل، الواي داون ستريم نورمال ووتر ليفل. طيب ده بس اللي هيعمل لي ام واي يا باشمهندس؟ لا، ده كمان هيعمل لك ام واي. يعني انت خد بالك انا عندي هنا سنتر وهنا سنتر، ده هيعمل لك ام واي في الاتجاه ده وام واي في الاتجاه ده. بس الرسمه اللي قدامك انا حاططها لك عشان احدد لك حاله واحده، ان انا لما اقفل دي وافتح دي جزئيا يظهر لك ضغط جانبي كده على البغله، يعمل لك ام اكس نتيجه البي اس واحد. طيب البي اكس واحد ده والبي اس اتنين نحسبه ازاي؟ انا اعرف دلوقتي. وزي ما قلت لك ما تنساش انك بتحمل نص الكوبري بس، اللي هو الجزء اليمين واللي فوق السنتر لاين، تمام؟ طيب لو كلمتني يا باشمهندس عموما في الحالتين ده كان ام اكس، طيب ما انت هيظهر لك ام واي برضو. فين الام واي يا باشمهندس؟ اهو يظهر لك ام واي في الاتجاه ده نتيجه ضغط الميه، ويظهر لك ام واي في الاتجاه ده نتيجه اللي هو الجزء بتاع الواحد طن على المتر مربع، ويظهر لك ام واي في الاتجاه ده نتيجه الاربعه من عشره طن. بس ما تنساش انا عندي ضغط بيلاشي الضغط ده، فيظهر لك ام واي في العكس نتيجه بي اس 2. يبقى يظهر لك ام واي في العكس نتيجه البي اس 2. تاني تاني تاني، انت قلت لي يا باشمهندس ان انا هقفل البوابه دي جزئيا، هقفل البوابه دي وافتح البوابه دي جزئيا. فلما اقفل البوابه دي يبقى عليها ضغط ميه ظهر لك فوق، ويظهر لك على البوابه دي ضغط ميه ظهر لك فوق. طيب لما فتحت دي جزئيا ظهر لي ام اكس، ولما حملت الكوبري ظهر لي ام اكس وام واي، فيظهر لك ام واي نتيجه الجزء ده، ويظهر لك ام واي نتيجه الجزء ده، ويظهر لك ام واي نتيجه الجزء ده، وام واي عكسهم نتيجه الجزء ده. ما تنساش ان في ام اكس في الاتجاه التاني نتيجه ده ونتيجه ده، اللي هي كانت الشريحه اللي فاتت. طيب الاحمال يا باشمهندس بقى، بيقول لك عشان تقسم لي الاحمال، عشان تحسب الاحمال قسمها. انت عندك لودز نتيجه الام اكس ولودز نتيجه الام واي. الام اكس يا باشمهندس هي بي اس واحد اللي هي كانت بتساوي نص جاما ووتر واي نورمال ووتر ليفل في الداون ستريم. في الواي نورمال ووتر ليفل في الداون ستريم، خد بالك جاما ووتر في الواي نورمال ليفل ده البي، لما ضربته في نص في الواي نورمال ليفل في ال، طيب لما ضربته في نص في ده كده انا خليته مساحه، كده انا خليته قصدي من ضغط القوه. طيب يا باشمهندس ايه ال افكتيف ناقص ال اكس دي بقى؟ ركز معايا هندسه، المسافه دي يا باشمهندسين، المسافه دي اسمها ال اكس. هتلاقيني موضحها في الشريحه اللي فاتت عشان بس ايه، هي ايه ال اكس؟ المسافة دي اسمها ال اكس. هو البي اس واحد بيظهر قبل البوابة دي ولا بعده؟ والله هندسة بيظهر بعده. يبقى ما ينفعش تقول لي ان انا هوزعه على كل ال افكتيف، انا هوزعه على ال افكتيف واطرح منه قيمة ال اكس، وهفترض يا سيدي مجازا ان هو بيضغط جوه البوابة كده مجازا، لكن هو فعليا المفروض بيبدأ بعد البوابة، لكن مجازا انا هقول لك بس تروح لل اكس. طيب ال اكس ده يا باشمهندس، والله لو انت بادئ من اول هنا تبقى متر. طيب لو انت مش بادئ من اول هنا زي الخط اللي انا اللي هو طاول ده، يبقى هي المسافه دي.
يبقى هي المسافه دي انت عارفها، هتطرح من الواحد متر المسافه دي، فيطلع لك المسافه دي اللي انت عايزها، دي ال اكس، ما هي دي كلها واحد متر، انا معايا دي حسبتها، اطرح واحد متر من دي تديك ال اكس، دي اللي انت عايزها، دي اللي بتطرحها من ال افكتيف عشان نجيب البي اس. تمام، يبقى هحسب البي اس واحد ازاي يا باشمهندسين؟ تعال نشوف البي اس واحد هتحسب ازاي. هتساوي نص جاما ووتر في الواي نورمال ووتر، الواي نورمال ووتر ليفل في الداون ستريم، في الواي نورمال ووتر ليفل في الداون ستريم، ده كده الضغط، الضغط ده لما ضربته في نص في واي نورمال ليفل في الداون ستريم في المساحه حولته لقوه. طبعا زي ما قلت لك ال افكتيف ناقص ال اكس وده هوريزونتال. طيب اللود نتيجه الام اكس، والله هندسه هو 1 طن بس مش زي المره اللي فاتت ال 1 في اس زائد ار، لا ال 1 في اس زائد ار على الاثنين لان انا بحمل النص بس. طيب لايف لود نتيجه الاثنين 4 من 10 ال 2 في اس زائد ار على الاثنين وده فيرتيكال. طيب المومنت بيقول لك ان الام اكس فور بي اس 1 بيساوي، ده موجب، انا هفترض ان هو موجب، يبقى بي اس 1 في واي داون ستريم على 3 طبعا النورمال ووتر ليفل. طيب الام اكس فور لايف لود 1 هيبقى لايف لود 1 في اس زائد ار على الاربعه، انا المفروض ان هي السنتر فين؟ هنا اهو، هي دي يا جماعه، ده المفروض ان انا ببعد عن السنتر في الاتجاه واي، ما هي دي كلها هندسه اس زائد ار على الاثنين، يبقى من السنتر اس زائد ار على الاربعه ويبقى دي زيها، يبقى اس زائد ار على الاربعه ويبقى لايف لود 2 الام اكس نتيجه لايف لود 2 بيساوي برضو موجب اس زائد ار على الاربعه. كده انا حددت وجبت كل ام اكس في المساله. طيب الام واي نفس الكلام بقى، البي ووتر نفس الكلام بالظبط، بس تاخد بالك اس زائد ار دي صح؟ غلط، اس على الاثنين زائد الار، ودي عدلوها معاكم، نص جاما ووتر واي هاي ووتر ليفل في الاب ستريم في الواي ووتر اس زائد ار، لا اس على الاثنين زائد الار. بص دي الحاله النيه نرجع بيها، دي اس زائد الار. الحاله الثانيه بقى بص الميه فين، هنا اس على الاثنين وهنا الار، ما بتوصلش هنا اصلا لان البوابه دي مفتوحه، فيبقى اس على الاثنين زائد الار ودي زيها بالظبط. تمام، يبقى دي يا باشمهندس هتبقى ايه، اس على الاثنين زائد الار زي البي اس 2 برضو يا جماعه، اس على 2 زائد الار، يعني بي اس 1 بي ووتر وبي اس 2 على فكره لان الاثنين اصلا قدام بعض، يبقى الاثنين اس على 2 زائد الار والاثنين هوريزونتال. طيب لايف لود 1 نفس الكلام، 1 في ال 1 في اس زائد ار على الاثنين، لايف لود 2 نفس الكلام 4 من 10 في... طب انا هحسبهم تاني؟ لا انا بس بحسبهم لك لان هم موجودين في الام واي وهم موجودين في الام اكس، فانت تحسبهم مره واحده بس. طيب المومنت نتيجه البي دبليو، اضرب الرقم اللي انت جبته ده في واي على 3 طبعا الهاي ووتر ليفل في الاب ستريم. طيب في البي اس 2 الرقم ده اضربه بس واي داون ستريم في النورمال ووتر ليفل على 3، وخد بالك ده زي ما قلت لك يتاخد اشاره سالب لان كل اللي فات انا مديله اشاره موجب، يعني انا فرضه في نفس الاتجاه ده عكسهم. طيب لايف لود 1 هيبقى لايف لود 1 في ال 1 على 2، طيب لايف لود 2 بالموجب طبعا لايف لود 2 في ال 1 زائد ال 2 على 2. اتمنى ان تكون الدنيا تكون وضحت في الكيس فلودنج. طبعا بعد كده بنعمل الكومباينيشن ونبقى معانا حاله الديد لود مع الام واي وحاله الديد لود مع الام اكس والام واي، ودي ان شاء الله هتبقى المره الجايه.